هذا مثقف ويظن يعني نفسه أنه آت بما لم تستطعه الأوائل، لكنه يأتي يقول لك والله أنا هذا يعني ما يمشي عندي ذي الحديث، وهذا الحديث يقول لك والله أنا يعني أشك فيه، والحديث الثالث الحديث الثالث يعني ما أظن، والرابع ما يعلى مزاجه، والخامس خلصت السنة. وهذا عمي مثقف في ثقافته أو في اختصاصه، لكنه في هذه الجزئية عمي، كما أنه قد يكون عالما كبيرا من علماء الشريعة ويكون في أمر آخر عمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل بتوفيق الله تعالى وعونه درسنا في نزهة النظر، شرح نخبة الفكر لمولانا إمام الدنيا سيدنا الحافظ بن حجر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بالسند إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين. طيب، أولا قلنا إن الخبر كما قال الحافظ في بداية إما أن ينقل بعدد محصور أو بعدد غير محصور، فالمتواتر قد فرغنا من شرحه بطريقة حتى وإن بدت للبعض أنها مطولة، في الواقع لو أردنا أن نطيل أكثر فأكثر لكان المجال واسعا، ولكن يعني يلاحظ الحال. يقابل المتواتر الآحاد، وهو لفظ يدل للوهلة الأولى على ما ليس مرادا أو مقصودا به، فإن الآحاد فيما يتبادر إلينا جمع واحد، وللوهلة الأولى يظهر للواقف أننا سنتكلم عن رواية الواحد، ولكننا لا نقصد، أقصد أهل الحديث رضي الله عنهم لا يقصدوا ذلك، وإنما الآحاد هو كل حديث لم يتواتر، كل حديث أو كل خبر لم يتواتر أو لم يبلغ حد التواتر، وهو أنواع. وإن بما أن يعني غالبية إخواننا دارسين للبيقونية هنا قال: أبدأ بالحمد مصليا محمد خير نبي وذي من أقسام الحديث، وكل واحد أتى أولها الصحيح وهو إسناده ولم يشذ أو يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في نقله وضبطه، والحسن المعروف رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر أقسام كثر. ثم بدأ يعدد هذه الأصناف، فالأحاد تشمل الأحاديث المشهورة التي لم تتواتر، وتشمل الأحاديث المستفيضة على رأي من فرق بين المشهور والمستفيض، وتشمل الأحاديث العزيزة، وتشمل الأحاديث الفرد أو الغريبة، الأحاديث الفردة أو الغريبة.
ونقصد بالفرد أو الغريب الذي ليس له إلا طريق واحد، ثم الغرابة أو التفرد إما مطلقا وإما تفرد أو غرابة نسبية أو تفرد نسبي على ما يأتي إن شاء الله في وقته. فنحن الآن سنبدأ ندخل في دراسة ما دون المتواتر، ما دون المتواتر. نعم. قال: والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين. إذا تذكرنا أن الحافظ قال: إنني ألفت كتابي على طريقة مبتكرة وراء فيها، لنأتي الآن نتصور هذا البناء. جاء لنا أولا بأكبر شيء فيه وهو المتواتر، قال لك: فإن لم يصل الخبر إلى هذا فهو الذي تحته المشهور، الذي تحته المشهور. تمام. يلا، ما له طرق، هذه الطرق محصورة 3 4 5 6 إلى آخر، لكنها ليست متواترة. طيب، لماذا سميناها مشهورة؟ لأنها مشهورة، فهو حديث مشهور لأنه مشهور، لأن له طرق متعددة. طيب، وهو ما زاد على طريقين، وقوله ما زاد على طريقين أو ما كانت طرقه محصورة بأكثر من اثنين يشمل هذا الثلاثة فأكثر. طيب، سمي بذلك لوضوحه، كأنه يقول لك: وتوضيح الواضح لا معنى له. لماذا؟ لأنك قد فهمت المتواتر، فما كان مشهورا لم يصل إلى هنا فهو كلامنا عليه وهو واضح. هذا المشهور يسميه البعض مستفيضا، يسميه البعض مستفيضا. في الواقع البعض يسمي الثلاثة مشهورا وما زاد عن الثلاثة مستفيض، كما نقول: اشتهر الأمر ثم استفاض، أو استفاض الأمر ثم اشتهر. أيهما يشعرك بالكثرة الأكثر؟ ومن هنا ترى لأهل الحديث، ترى لأهل الحديث نوع من كأنه، لا نريد أن نقول اضطراب، لكن كأنه تداخل. ربما سموا المشهور مستفيض، أو ربما سموا المستفيض مشهورا، والواقع أن القضية بسيطة وسهلة. يعني عزيز مرو اثنين أو ثلاثة، مشهور مرو فوقما. طيب، الثلاثة ما ذكرها الآن البيهقي، آسف البيقوني، قال لك: لا، ذكرها في العزيز. والصحيح، الصحيح أن العزيز ما رواه اثنان،
عن اثنين فأكثر لا يضر، لكن أقل درجة أن تكون يكون عدد الرواة اثنان. البعض من المحدثين يقول ما رواه ثلاثة مشهور وما زاد عن الثلاثة فمستفيض، والبعض يقول ما رواه ثلاثة مشهور وما زاد عن ثلاثة ما رواه ثلاثة مستفيض وما رواه أكثر فهو مشهور. ولعل الأمر يكون فيه في واقع التصرف الحديثي يكون فيه نوع من السعة ونوع من التداخل، فكثيرا ما تسمع في كتب التخاريج ويقول لك وهذا حديث مستفيض أو هذا حديث مشهور، وحين تذهب تجد أن الطرق زائدة على ثلاثة في الحالتين. ومما ينبغي وسنعمل إن شاء الله على يعني التدرب عليه أن بعض المصطلحات حين يأتي العمل التطبيقي تجد أن هناك نوع من التداخل في الاستخدام. طيب، قال سمي بذلك لوضوحه وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، وهو مبني على ما ذكرت لكم من هل الاستفاضة أكثر من الشهرة أو الشهرة أكثر من الاستفاضة. طيب، نقرأ تعليق شيخ نور الدين تحت رقم أربعة. قوله أعم من ذلك، أي إن المشهور يشمل المستفيض، وهو ما يكون تعدد سنده في ابتدائه وانتهائه سواء، ويشمل ما ليس كذلك كالذي يكون أحاديا في أوله ثم ينقله عدد التواتر. وهناك من فرق بين المشهور والمستفيض بكيفية أقرب، فجعل المشهور بمعنى المتواتر، وهذه التفاصيل في التفرقة بينهما ليست من مباحث علم المصطلح، إنما فرعها الأصوليون كما أشار الحافظ. أما المحدثون فقسموا الحديث بحسب تعدد رواته إلى الأقسام التي عرفتها. وحكم الحديث المشهور. طيب، في الواقع كلام شيخنا حفظه الله ومد في أجله كلام أيضا غير محرر، كلام غير محرر. تداخل البحث عنده بين المقرر عند علماء الحديث وصنعتهم وبين المقرر عند علماء الأصول وصناعة أهله، وبعض المباحث التي تبحث في الأصول تبحث في المصطلح والعكس كذلك، لكن جهة البحث مختلفة، جهة البحث مختلفة، وينبغي الرجوع إلى كل فن أو الرجوع في كل فن إلى أهله، إلى أهله. فما ذكره لكم الفقير هو الأمر الذي تحرصون عليه إن شاء الله. والحقيقة أن الشهرة تبدأ بالثلاثة، فأقل الجمع ثلاثة، ولا يزال هذا الجمع يزداد حتى يستفيض من فاض الماء. طيب، إذا تجاوز حده، وهذا الذي تميل النفس إليه أن المستفيض هو من جنس المشهور لكن شهرته أوسع. نعم،
سمي بذلك لانتشاره من فاضة. تفضل سيدي. سمي بذلك لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضا، ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء. نعم. والمشهور أعم من ذلك. أعم من ذلك. هنا لماذا أنا قلت إن كلام شيخنا ليس محرر؟ عبارة الحافظ بن حجر مغلقة قليلا، فتوهم شيخنا أن في ابتدائه يكون آحاديا ثم ينتشر. لا، الحافظ يريد أن يقول بعضهم غاير بين المشهور والمستفيض بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه شهرته متساوية، أما المشهور فشهرته في البداية أقل من النهاية، لكنه ليس واحدا أو اثنين. طيب، ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليست من مباحث هذا الفن. ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا. طيب، المشهور عند علماء الحديث والجاري شأنه على مصطلحهم هو ما حرره الحافظ هنا، بمعنى مختصر المشهور اصطلاحا هو ما ذكر، ولكنه قد وجد مشهور آخر ليس بالمعنى المصطلحي الخاص. قال وعلى ما اشتهر على الألسنة فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. المشهور بالمعنى المصطلح عليه عند علماء الحديث هو ما تقدم، وهناك نوع آخر من الأحاديث يسمى مشهورا أيضا، لكنهم لا يقصدون أنه مشهور بالمعنى الذي اصطلح عليه علماء الاصطلاح، وإنما مشهور عند الناس. هذا المشهور عند الناس قد يكون متواترا وقد يكون صحيحا. مشهورا بالمعنى المصطلح عليه أو مستفيضا أو يكون عزيزا أو يكون فردا غريبا صحيحا أو يكون حسنا أو يكون ضعيفا أو يكون موضوعا أو يكون لا أصل له، لا يوجد في شيء من الكتب، وإنما شوف واحد من يعني خلق الله وأكثرهم عقب ما انتهت زمن الرواية وكل شيء، واحد كذي يعني طلع يوم من الأيام وقال لنا كلام وظن كلام النبي عليه الصلاة والسلام فتناقله الناس. وهذا الذي يكثر في كثير من دروس البعض وخطب البعض وموالد بعض ساداتنا أهل العلم، وينبغي علينا أن يعني نعنى بمنهج المحدثين من دون أن يكون عندنا تطاول على أهل العلم سواء المعاصرين أو المتقدمين، وإنما الدين النصيحة، ومن أمر بمعروف فليكن أيضا أمره بالمعروف. طيب، نأخذ مثلا حديث لا مهدي إلا عيسى، مشهور بين الناس، رواه الإمام ابن ماجه في السنن، وهو حديث موضوع. نأخذ أحاديث كثيرة
لو أردنا أن نسرد ونتكلم إذن هذا المعنى الذي يقال له مشهور على ألسنة الناس أو مشهور عند المحدثين، مشهور عند الفقهاء، مشهور عند المفسرين، مشهور عند النحاة، مشهور عند طائفة مثلا عند الصوفية، مشهور عند الوعاظ، لكن ربما لما تبحث عنه تجد أنه يمكن يكون موضوع. ومن هنا ألف جمع من الحفاظ في بيان هذه الأحاديث، ومن أجل هذه الكتب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، وكذلك لمولانا الحافظ الكبير الحافظ السخاوي تلميذ الحافظ بن حجر، توفي سنة 902 للهجرة. ومن ذلك أيضا الكتاب المشتهر المبارك النافع الماتع كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعلامة العجلوني رحمه الله، بهذا وغير هذا. وننبه هنا أن هناك بعض الكتب التي عنيت بمثل هذه المباحث لكنها كتب يعني لا ينبغي الاعتماد عليها ولا الالتفات إليها ولا البحث فيها، وخصوصا لمن يطلب الحديث، ويعني من باب الدين النصيحة لا ينقل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد التثبت من ثبوته أو عدم ثبوته. نريد أن نوجد بإذن الله في منهجنا حركة علمية تعود بنا إلى المعين الصافي الذي كان عليه ساداتنا الأئمة الكبار في تثبتهم في النقل عن سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وحسب الواحد منا أن يموت وهو محسوب منسوب إلى من خدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كما قالوا أهل الحديث هم آل النبي صلوات الله وسلامه، فإنهم وإن لم يصحبوا شخصه الكريم فقد صحبوا أنفاسه المباركة العطرة من حيث تعلقهم بذاته وتعلقهم بهديه الشريف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ثواب تعلمنا واجتهادنا في خدمة وتعلم السنة شفاعة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم لنا ولوالدينا ومشايخنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا ومن له حق علينا. بهذا نقف ونواصل إن شاء الله في العزيز إذا أحيانا الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.